انا مش عارفه اقول لكم ايه بجد. الكرسي ده المفروض ان هو هيروح للناس في غزه، وانا مش عارفه ليه عندي احساس كده ومتخيله شكل خالته اللي هتمسكه. مش عارفه ليه هي خالته، حتى مش راجل، هي واحده ست اللي هتسند عليه وايدها هتتحط مكان ايدي. فاتمنى ان هي لما تمسكه وتتسند عليه تدعي للي كان السبب في ان هو يوصل، وطبعا مش انا اللي كنت السبب، انتوا بتبرعاتكم. انا هنا الاول، صحيح نسيت اقول لكم، انا هنا في الهانجر الكبير ده، ده المكان اللي هيتشحن منه الطائره العسكريه، مش عايزه اقول حربيه عشان ما نعملش مشكله، هي طائره عسكريه كلها مواد طبيه، ادويه ومواد. خليني اوريكم بصراحه الحاجات اللي فيها. انا قعدت افتح الكراتين واقول لهم لازم نشوف. بالمناسبه قبل ما انسى، كان نفسي اعمل حته حركه وسالتهم قالوا لي هنشوف ونقول لك، ان انا اكتب رسائلكم اللي بتوصلني على الخاص او حتى في التعليقات وامضيها باساميكم واطبعها واحط الورقه ديت او الجواب ده في الكراتين، بحيث ان هم لما يفتحوها يشوفوها يوصل لهم احساسنا، يعني احنا معاكم حتى لو احنا مش معانا فلوس كتير ومش قادرين نعمل حاجه، بس معاكم بقلبنا. بس رفضوا الموضوع ده لان الحاجات بتتفتش، فلو اتفتحت الكرتونه واتلقت جواب ومش عارفه ايه ممكن تتفهم غلط، فيقوم مصدرين الكرتونه كلها، فيبقى انا كده وقفت الشغل او الحاجه الضروريه اللي انا عايزاها. فاللي معانا هنا طبعا اساسي في كل حاجه الشاش والقطن، ادويه الكحه، ادويه حساسيه، كرتونه كراتين يعني طبعا مش وحدات، المضاد الحيوي، عدة غسيل الكلى، هي مش دي اللي بتغسل الكلى، دي بتتركب على الجهاز للناس اللي بتغسل الكلى، ربنا يعافيكم يا رب. ببرونة أطفال، طبعا أنا أول ما شفت الببرونة قلت لهم يا جماعة في حليب طالع، قالوا لي مع الأسف الطيارة دي ما فيهاش حليب. بس أنا وأنا بصور لقيت أحد الأشخاص متبرع بأربع بلتات كاملة حليب أطفال، جزاه الله خيرا وربنا يخلف عليه وإن شاء الله توصل لمستحقيها في أسرع وقت. فالحليب من عنده والببرونه من عندكم. مسكن، نوع من انواع المسكنات اعتقد ده، وده برضه مضاد حيوي، معقم اللي هي ماسكات التنفس، باراسيتامول برضه يعتبر نوع من انواع المسكنات، المصل بتاعي اللي هو المصل الوريدي اللي هو عشان خاطر نقص التغذيه، انتوا عارفين الدنيا صعبه جدا، فده بس هو بيديهم زي طاقه، واعتقد دي هي طبعا ليه وظائف تانية بس انا لا افقه طبيا في حاجات كتير. وطبعا العمود ده او بيسموها ايه الحامل ده كمان برضو من ضمن الحاجات اللي هتوصل ان شاء الله. ومن الحاجات برضو المهمة اهو كريم الحروق، ربنا يا رب يعافيهم يا رب. الشاش اللي هو ده قال لي فيه مادة البارافين، دي مهمة جدا للناس اللي عندها حروق، ف يعني بيسموها ايه بتكون نسبه العلاج اعلى او الجرح بيلم اسرع اما بيستخدموا الشاشات ديت. ودي برضو شاشات جروح ديت للاصقات للعمليات الجراحيه اللي هي الحاجات العميقه، وطبعا جوانتيات البتاع ده اول ما شفته بقول ابتدى تحس سويدي كده، انا ما شفتش اصلا مكتوب عليه تحس سويدي شاش، ويا شال عليه قدير افاجئ جوتنبرج سويدن. برضه الواحد يعني اول ما يشوف حاجه في السويد قلبه بيدق زي زمان. وديت دي الحاجات اللي انا عرفت اطلعها من الكراتين. في كراسي متحركه، في اللي هو ده هم بيسموه عكاز، اللي هو لا ده مش العكاز غالبا، ده تبع الكرسي، انا اسفه او معذره مش اسفه ولا حاجه لان هي ديت حاجه طبيعيه، اللي هو كرسي التواليت، الناس اللي ما بتقدرش بتقعد عليه وتعمل حمام، اعزكم الله يا رب. وزي ما وريتكم ده في الاول اللي هو بيسموه ووكر، اللي هو الناس بتسند عليه عشان مش قادره تمشي. كان في السويد الكراسي ديت الكتير من الناس الكبيره في السن بيمشوا بيها، بس هنا في زي مقعد كده تقعد عليه تستريح، مش قادره تطوبي قاعد مستريح. طبعا هو مكتوب هنا ممنوع القعاد، فالواحد طبعا يقلق، وساعات بيكون عليه زي ترابيزه كده عشان خاطر الواحد يحط اكل لو هيعرف لو يقدر ان هو يعمل حاجه زي كده. وهنا في مسامير عشان يرفعوا وينزلوا عشان لو حد طويل او قصير. اتمنى ان شاء الله يعني ان احنا نجيب لهم حاجه
افضل من كده وحاجه تسهل حياتهم اكتر من كده، ولكن هو ده دلوقتي اللي كان المتاح. معرفش اصلا الفيرجن اللي في دماغي ده اصلا موجود هنا ولا لا، وهل اصلا هيناسبهم. انا عماله اتخيل يعني لو خالته دلوقتي ماشيه بالكرسي ده في ظل الاجواء المطره معاها طينه، الكرسي هيغرس في الطينه. يعني انا بحاول اسهل لها لان هي اصلا مش قادره تمشي في الطينه، والكرسي كمان هيغرس، فالوضع هناك حقيقه يرسله. طبعا الناس هتيجي تقول لك طب ما في ناس كتيره بتتبرع وما بتوصلش التبرعات. الحقيقه ان اللي بيحصل ان واحد بيقول معلومه، واحد بيقول تعليق على تعليق، كتر التعليقات دي بترسخ عند ناس حقيقه هي مش موجوده اصلا. موضوع ان ما فيش مساعدات بتوصل نتجت عن ان في تزاحم للشاحنات على معبر رفح. اوكي في تزاحم للشاحنات، ولكن ما زال بيدخل. اوكي قد يكون بيدخل اقل من المطلوب، بس في الاخر بيدخل. يعني حتى بقول استاذ خالد منظمه فيهم قبيل، بقول له الحاجات بتدخل قليله، قال لي بتدخل، قلت له ايوه بتدخل بس قطره. قال لي يعني نقفل القطره دي كمان؟ الكلمه صدمتني. يعني حتى لو حاجه بسيطه نقفلها بقى عليهم، خاصه ما بتوصلش بقى نفضل حاطين ايدينا على خدنا ونولول. بنحاول نعمل اللي علينا، بنسعى واحنا مش ضامنين النجاح، ولكن جوانا ثقه وجوانا ايمان وجوانا يقين ان ربنا هيكرمنا واخذنا الاجر، وان ربنا باخلاصنا بنيتنا الحاجه بتتيسر. هم في اربع شاحنات طبيه وصلوا، يعني احنا دلوقتي في الطياره الثانيه، اربع شاحنات طبيه منهم اخرهم ثلاث طائرات عسكريه. فانا في الطياره الثانيه اللي هو ان شاء الله لما تتبرعوا دلوقتي هتوصل التبرعات فيها باذن الله خلال يومين، لو تبرعتوا بعد يومين هتوصل في الطياره الثالثه الاخيره باذن الله. في طياره دخلت في الاول، في طياره ثانيه لسه مستنيه على المعبر، وفي طياره ثالثه اللي هي منجهزه دلوقتي. اسال الله تبارك وتعالى وبفضل دعوات الناس وباخلاص الناس ان هي هتخش من اوائل الحاجات. كمان هو منظمه تمون قبيل يعني متفقه او متعاونه مع الهيئه الاردنيه الهاشميه، وانا كنت اول مره اعرف ان الهيئه الاردنيه الهاشميه ليها من القوه هنا في الاردن، يعني اقوى حتى من الهلال الاحمر. فدايما بيكون لشاحناتها اولويه وتنسيقات مع الهلال الاحمر الفلسطيني والهلال الاحمر المصري، فالدنيا بتبقى اسرع اكتر. طبعا الشحنه دي تكلفتها تقريبا $500,000. الشحنه اللي فاتت تكلفتها كانت $1,000,000، الطياره الثالثه اعتقد تقريبا في نفس السعر $1,000,000. طبعا الحاجات دي كلها كانتش هتوصل ابدا فعلا الا بجهود الناس ديت. يعني يمكن اللي متابع الستوري بتاع الانستجرام شاف الخبر بتاع وقف دعم منظمه الأونروا. منظمه الأونروا اللي هي وكاله غوث اللاجئين ديت اكبر وكاله كانت بتدعم اللاجئين في غزه، وكان بيجي لها دعم من كل الدول الاجنبيه. دلوقتي تم وقف الدعم من دول كتير، دي مصيبه معناها مصيبه اتحطت على مصائب الغزاويه، وهم اصلا فيهم اللي مكفيهم. هل احنا بقى كعرب وكمسلمين هنقول احنا مش محتاجين للغرب ومش محتاجين لدعمكم، واحنا ليها ونقدر ليها؟ واحنا الحمد لله الواحد شايف نماذج، يعني بجد فخر المسلمين وفخر العرب اللي بيعملوه ده. فان شاء الله ان احنا نقدر نكمل معاهم ونعمل حاجه. انا حبيت ان انا اوثق لكم هذه اللحظات عشان خاطر الناس تبقى شايفه تبرعاتها بتروح فين. بالمناسبه انتم بتتبرعوا لغزه، بتتبرعوا عامه، يعني ما فيش حد بيقول لك لا انا عايز المبلغ ده اشتري بيه حفاضات الاطفال او لبن الاطفال. انتم بتدفعوا لحاجه خيريه عامه، وهي منظمه يون قبيل بتحاول ان هي تسدد الثغرات. فمثلا عملوا كسوة شتاء ولسه هيعملوا تاني كسوة شتاء، بيحاولوا يعملوا موضوع المخيمات، لا مش مخيمات، الخيام اللي هي ضد المية والحرائق. ربنا يا رب يصل لهم وتخلص دفعة جديدة على خير. ف ده كان اللي حصل. حتة أخيرة، أحد المتابعين متابعات قالت لي أسماء يا بختك قادرة تعملي حاجة لغزة. طبعا هو الحمد لله ان الواحد فرحان ان هو ربنا استخدمه وحطه وجابه المكان ده، وان هو ماسك الحاجات ديت، يعني ان انا ماسكه البتاعه ديت وانا عارفه كويس قوي ان ايد احد الشرفاء هيمسكها، قد تكون ملطخه بالدم بس هيمسكها مكان مني. فالحمد لله يعني حمدا طريق يليق لوجهي. ولكن انتوا برضو بتقدروا ان انتوا تدعموا مش بس بالتبرعات، تبرعاتكم طبعا هي بتفرق، ولكن
دعمك للقضية عن طريق ان انت تنشر قضية انسانية زي كده، ان انت تدعو ليهم، ان انت تعرف اولادك هذه القضية، ان انت تقاطع اي حد بيأذيهم، كل الكلام ده كله نوع من انواع الدعم. فما تستصغرش ابدا من قيمتك، وما تفتكريش ان انت عشان قاعده في بيتك ان انت خلاص يا عيني مش قادره تعملي حاجه. لا والله العظيم هي النيه اللي بتفرق او بتغير معادلات كلها. صحيح في نقطه مهمه نسيت اذكرها، انا سالتهم من ضمن الحاجات على ادويه الضغط والسكر، قالوا لي ان السكر او الانسولين تحديدا صعب ان هو يطلع مع الشحنه ديت، لان هو بيطلع في شحنات خاصه، لان هو لازم يتم تبريده، وما حتى عندهم هنا ثلاجه التبريد بيتحط فيها الحاجة جاهزة لما تطلع لازم يبلغوا بيها الجانب الآخر، بحيث أنه يحصل نوع من أنواع التنسيق السريع، لأن الحاجات دي ما ينفعش تستنى برا كتير، لازم تكون في مبردات. فالموضوع في بالنا ما تقلقوش. عدنا إليكم من جديد، واليوم التاني النهاردة احنا في المطار العسكري، الطيارة هي ورا مني، وإحنا هنا دلوقتي في المستودع اللي نزلت فيه البضاعة. أربع شاحنات كبار اتفضوا هنا، واتعدت اتعبت البلتات على البلتات الحديد الجاهزة للإقلاع للطيارة. بس بصوا تعالوا لقيت إيه هنا، شحنة إيه أو بلتة إيه؟ حليب أطفال وسيريلاك. هنا لو تقدر تصور المكونات اللي فوق، في هنا نيدو، نيدو اللي هو اللبن المجفف، وفي اللي هو البانو النان سوري اللي هو اللبن البودره بتاع الاطفال. بقول لهم لما في لبن اطفال ما قلتوليش ليه؟ بس انت امبارح قلت لي ما فيش حاجه، بس احنا ضفنا بناء على كلامك ضفنا لكم حليب كمان. الله يرضى عليك. للطائره القادمه، وهسه راح تشوفوا كمان حليب اطفال. يعني هي ما كانتش في الخطه، بس لا ضفناها لكم مشان هتزودوا كميه في الطياره القادمه ان شاء الله. الطياره القادمه ان شاء الله. طبعا كتير هيتسال يا جماعه ازاي سيريلاك ونيد والحاجات دي مقاطعه؟ انا عارفه ان هي مقاطعه، ولكن احنا الشحنه طالعه بالتعاون مع هيومن ابيل والهيئه الخيريه الاردنيه. الهيئه الخيريه الاردنيه بيجي لها اصلا تبرعات عينيه، فممكن تكون دي احد التبرعات اللي جت لها. مش معقوله التبرعات هتيجي نقول يا جماعه دي مقاطعه مش هنوديها. اي حاجه تفيدهم هناك يودوها، والحمد لله ان هي يعتبر مش هقول مع الحمد لله، هي مع الاسف من الحاجات النظيفه جدا، فان شاء الله توصل لاولادنا هناك وتغذيهم وتقويهم. وانا عارفه ان هي مش كفايه، بس ان شاء الله نقدر نبعت تاني. تحب تطلع من هسه؟ انا عايزه اطلع من بكره، قصدي من امبارح. خلينا نطلعها من الفرن. كده اول بلتة طالعه على الطياره باذن الله. يعني بص ما مترتبه بالسنتي بالظبط. كانوا امبارح بيقولوا في الهيئه الهاشميه الاردنيه ان بعض الشحنات بترجع من معبر كرم ابو سالم، يعني الاسرائيليين بيرفضوا ان هي تعدي عشان خاطر مختلفه المعايير بتاعتهم، مثلا خيمه ازيد سنتي، فيقول لك الازيد سنتي دي مترجع ليه؟ ترجع عشان خاطر مش هتخش في الاجهزه اجهزه الايه الاكس راي ولا حاجه زي كده. فهم بقى عندهم خبره كبيره في المواضيع ديت، فبقوا دقيقين في كل حاجه بيبعتوها عشان ما يكونش في فرصه ان هي اثناء التفتيش ان هي ترجع تاني. تمنيت للحظه ان انا اخش في الزنقيره دي كده وافضل مستخبيه واروح مع الحموله لحد غزه. بس اصلا انت مش اول ما تروح هناك على مطار العريش هتخش القطاع. فاللي حصل ان انا بقول لعمرو انا ممكن اروح غزه معاهم، راح لي اسماء لو دخلتي الله اعلم هتطلعي امتى، ممكن تقعدي هناك 45 يوم وانا اخد مؤبد مع العيال يرضيكي كده. فعشان خاطر الاولاد انا مضطره ارجع، لان هم بالنسبه لي اكثر اهميه دلوقتي، وكل اقدر اعمله ان انا اكون حلقه وصل ما بينكم كمتبرعين وبين اهلنا في غزه الاعزاء الكرماء، اللي ان شاء الله قريبا يقفوا على رجلهم تاني ويرجعوا يعمروا غزه ويجعلوها احلى مدينه في العالم. احنا خلصنا تحميل الطياره وماشيين، واحنا ماشيين بقوه لان هم عمالين يقولوا يلا يلا في طياره تانية لازم هتنزل. ما لحقتش اصور حاجات كتير في دماغي، يعني كنت عايزه اعمل ريل وحاجات. عموما ملحوقه ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. ويا رب يا رب، وانا عندي ثقه شديده مش عارفه ليه ان الحاجه دي من اوائل الحاجات اللي هتخش ان شاء الله ونشوفها مع بعض ونلمس اثرها.